اخواتي اهلا وسهلا، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلطات صغار بالدجاج اللي كيجيو رائعين ومقرمشين واقتصاديين في نفس الوقت. خليكم معايا تتشوفوا طريقه تحضير هذا البسطلات ديالنا. في البدايه عندي نصف الدجاجه اللي غادي نديرها تشحر مع جوج ديال البصلات اللي كيكونوا كبار، خليهم يتشحروا مزيان حتى البصله تطلق الماء ديالها. بالنسبه للمقادير غادي نضيف ملح حسب الذوق، ثم غادي نضيف خرقوم، ملعقه صغيره من الخرقوم، ثم قليل من القرفه، قليل من السكينجبير، ثم غادي نحتاج كاس ديال اللوز اللي هرمشتو عفوا اللي طحنتو حتى رجع بحال هذا الشكل، ثم ملعقه نضيف له ملعقه من العسل وقليل من القرفه. الدجاج ديالنا كما كتشاهدوا راه طايب، صفيتو وخليت هذيك الصلصه او هذاك البصل حتى يشرب هذيك الصلصه مزيان، وضفت له جوج ديال البيض. بالنسبه للدجاج كما كتلاحظوا كان نفتو بهاد الطريقه هذه اللي كتلاحظوها كامل، بالنسبه انا هنا البنات درت نصف دجاجه. الا كان العدد اكثر ممكن ديروا دجاجه كامله. بالنسبه للمرق اللي طيبنا فيه الدجاج ضفت له خليته حتى تشرب مزيان، وضفت له جوج ديال البيضات حتى يعني كان كيعقدو مزيان مزيان. ضفت جوج ديال البيضات لهذاك البصل اللي طاب فيه الدجاج، ونخليه حتى يعني كينشف من هذاك الماء، وكنضيفو على الدجاج مع اللوز اللي ضفت له جوج معالق او ملعقه ونص من العسل، قليل من القرفه، وجوج معالق ديال ماء زهر. وانا بالنسبه يعني الوقت ما كانش عندي كافي، خلطت المكونات كاملين مع الدجاج من اللوز ومن الحشوه عفوا المرق ديال البيض، خلطتهم كاملين مع بعضهم. الا كان عندكم الوقت كافي ممكن تخليو، كيبقى لكم الاختيار، تخليو كل حاجه بوحدها، الدجاج واللوز والمرق. وك يعني بالنسبه للورقه يعني غادي ان شاء الله هنا ندير معكم فيديو طريقه تحضير الورقه ديال البسطيله والبريوات. بالنسبه للورقه البنات هذه الورقه منزليه، ممكن تحتفظوا بها في المجمد الوقت اكثر. ان شاء الله غادي نحتفظ نشارك معكم فيديو طريقه الاحتفاظ بورقه البسطيله في فيديو قريب ان شاء الله، وطريقه التحضير كذلك. وكان نعمر بهذه الطريقه هذه غادي نحتاج جوج ديال الورقات بالنسبه للتعميره. الورقه الاولى كما كتلاحظوا بالنسبه انا عندي هنا هاد البسطلات صغار، يعني فاكتفيت بهذا الغطاء اللي كتلاحظوا، ماشي غطاء يعني هو صحن، ممكن تستعملوا الغطاء ديال النوتيلا. كنبقى نصوبها على هذا الشكل ونلصق هذوك الجناب ديالها بالصفر البيض، ونستمر بنفس الطريقه كما كتلاحظوا. كنقسم الورقه ديالنا على اربع قطع وندهنها الا كانت الورقه متوسطه الحجم ممكن تخليوها، الا كانت كبيره ممكن تقسموها من الاحسن. وكندهن لها الوجه ديالها بالزبده المذوبه
ونستمر بنفس الطريقة اللي شاركتها معكم حتى كنكمل جميع البسطلات ديولي. Thank you.
البسطلات ديالنا اخواتي راهم جاهزين كما كتلاحظوا، كيجيو رائعين، المذاق هائل، كيجيو مقرمشين في نفس الوقت، والحشوه كتجي معلكه وزوينه. نتمنى فعلا انكم تشربوهم لانهم لذاذ واقتصاديين في نفس الوقت. اضافه انني بغيت نشكركم جزيل الشكر، ونشكركم جزيل الشكر على الثقه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وباش يوصلكم كل جديد ديالي ما عليكم الا تضغطوا على تفعيل الجرس، وعلى الكل ما تنسونيش بلي كومونتير ديالكم والتشجيعات ديالكم، ونتمنى من الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم، ومن خلال هذا الفيديو هذا نخليكم على الف الف خير. فيديو جديد ووصفة جديدة دائما مع اماني ام انور. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.